هجمد قلبي واروح اقابل يسرى اخوها واللي يحصل يحصل. بس اذا اتاخرت عليكم اسالوا عليا في المكتب بتاعه. ادي كارت فيه العنوان والتليفون. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده مكتوب بالانجليزي. وريني بس. شد حيلك يا عريس. جواز الرجاله. خليه يدخل. اهلا. ده انا بدور عليك من يوم ما وصلت استراليا. قالوا لي انك في لندن استنيت ودخلت في عمليه كده، لكن ربنا رزقني بواحد حقود معرفش مين عمل فيا اسفين، كانت نتيجته انهم هيرحلوني. لكن لو كنت قابلت سيادتك من يوميها كنت طبعا هتنقذني. وانقذك ليه؟ جدعانه. انا اعرف ان المصريين جدعان خصوصا في الغربه. وبالمناسبه الست والدتك بتسلم عليك قوي وبتوصيك عليا بأماره الصوره دي. وايه اللي ممكن اقدمه لك؟ تساعدني في اني ما اترحلش من هنا قبل ما احقق الحلم اللي كنت بحلم بيه انا ومها. وبعد اذنك اذا وافقت عايز اقدم هديه صغيره لمها، دبله خطوبه سوليتير كنت وعدتها بيها قبل ما اسافر من مصر. بس دلوقتي مها في المزرعه بتاعتي في كامبرا. كامبرا؟ تعالى بينا نروح لها. هي السكه لكامبرا تاخد كام ساعه؟ حوالي 6 ساعات. ياه. كامبرا دي يا سيدي دي بلد تبعد عن هنا 6 ساعات بحالهم. اوبا ايه في ايه؟ يبقى خدوا يقتلوه ويخبيه في الضرع. ها لازم نروح ندور عليه بنفسنا. ويسر ده باين عليه شراني ونظره ضعيف وايده طرشه، يبقى على الواد قلم يجيب له لوز. طب وبعدين يلا بينا، انت مستني ايه امام ورا؟